اللقاء اليوم كان كيف ما قلت فرصة لتبادل أهم الخلاصات، وربما أهم الخلاصات اللي جات في هذا اللقاء هو ضرورة تسريع الوتيرة ديال الإنجاز والإعداد ديال هذه المخططات العمل. فكنتمنى أنه في الأشهر القادمة الأسابيع القليلة القادمة بتضافر الجهود ديال الجميع يمكن أن يعني ننجزو ننتهي يعني من الإعداد ديال هاد لي بلون داكسيون كومينو من أجل المرور إلى المرحلة القادمة اللي ستتمثل في يعني مواكبة بعض الجماعات في تنزيل بعض المشاريع وبعض يعني الأنشطة المدرجة في إطار هذه المخططات العمل على صعيد الجهة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.